الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتحول من شكل إلى آخر، ضاربة أروع أمثال الاستمرارية. وهذه هي شركة الكفاح، تركيبة متكاملة من القطاعات التي تخدم عملاءها في شتى الصناعات وتخدم مجتمعها على أكمل الوجوه. فكل قطاع طاقة تقوم بدورها على أكمل وجه، ثم تنتقل إلى القطاع الذي يليها لتتحول إلى طاقة أخرى تكمل مسيرة الإنجاز. ففي الكفاح يتحول العلم والشغف إلى مشاريع نعمل على تخطيطها وتطويرها بابتكار كما يليق بها، ثم نضع الأسس المتينة لإنشائها واللبنة الأولى في بناياتها، حتى يتم البناء والإعمار بأفضل ما يكون، لتكون بعد ذلك صرحاً يثري المجتمع ويخرج أجيالاً تكمل المسيرة. ونستمر لنخدمها عبر إدارة المنشآت، ونضمن عملها وقيامها بالشكل الأمثل، ونعمل على دعمها بالمنتجات الورقية المتميزة، وحمايتها بأنظمة الوقاية ومكافحة العدوى، وندعمهم عبر تحقيق أمانيهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم بخدمات التمويل. وهكذا تتكامل طاقة الكفاح وتستمر في النمو لتلامس حياة أفراد المجتمع بأكمله، كل في مجاله، حيث تتكامل جهودهم وتساهم في تحقيق رؤية الوطن لكي نسمو بتكاملنا.